السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوتي الكرام أخوات فاضلات، وصلنا معكم الفصل الثامن من منهج الشبكات الأكاديمي، واللي راح يكون إن شاء الله مخصص للسيكوريتي، واللي يقصد به هو بشكل خاص أمن الشبكات. مثل ما ذكرنا سابقا، الشرح هو معتمد على كتاب الكمبيوتر نتوركينج توب داون أبروتش، الإصدار السادس من سنة 2012. الإصدار السابع وسلايداته أيضا تم يعني نشرها في الموقع والمدونة، راح يكون أيضا الرابط الخاص به موجود في الديسكريبشن الخاص لهذا الفيديو. مثل ما وضحنا في كل الفصول السابقة، هذه السلايدات هي موجودة open source، يعني موجودة online، يمكن استخدامها بشكل يعني مباشر من قبل أي شخص بشرط ذكر المصدر. المصدر لهذه السلايدات هو الموقع الرسمي الخاص لهذا الكتاب، يعني من المؤلفين، يعني فقط حبينا أنه نذكر هذا الشيء. الهدف من هذا الفصل هو فهم أساسيات يعني أمنية الشبكات، التشفير، وفقط يعني والتطبيقات المختلفة، إضافة إلى كونه يعني يوفر لنا السكيورتي أو الكونفيدنشاليتي اللي هي السرية، الأوثنتيكيشن اللي هو يعني التعريف الخاص بالسندر والريسيفر، المسج انتجريتي اللي هو تكامل الرسائل وضمان عدم تغيرها أثناء الإرسال، سكيورتي ان براكتس أيضا يعني كيفية تطبيق هذه الخوارزميات اللي راح نتحدث عنها في الواقع، من حيث يعني أجهزة الفاير وولز، الانتروجن ديتكشن سيستمز اللي هي انظمه كشف الدخلاء، سكيورتي ايضا في التطبيقات بالترانسبورت لاير، نتورك لاير، داتا لينك لاير، وغيرها من الطبقات الاخرى من الشبكات. بالبدايه راح نتحدث عن انه ما وات از نتورك سكيورتي. بصوره عامه يعني امن الشبكات يمكن يعني تقسيمه الى اربع انواع رئيسيه، اللي هي دائما يجب ان تكون اربعتها موجوده في كل نظام لكي نقول بانه هذا النظام يحتوي على امنيه حقيقيه. الاولى اللي هي الكونفيدنشاليتي اللي هي السريه، بانه يجب ان نضمن في الشبكة أنه فقط المرسل والمستقبل، والمستقبل المقصود هم الذين يفهمون الرسائل المتبادلة فيما بينهم، بحيث أنه المرسل يجب أن يقوم بتشفير الرسالة، والمستلم يجب أن يقوم بفك التشفير لهذه الرسالة، بحيث أنه كلاهما فقط يستطيعان فهم هذه الرسالة. أي شخص آخر يعني يقوم بمسك هذه الرسالة أثناء إرسالها يجب أن لا يستطيع فهمها. هذا طبعا من ناحية المبدأ أو من ناحية الثيوري النظرية. في الواقع يعني طبعا هناك الكثير من يعني كلما كان هناك محاولات ل يعني بناء نظام كونفيدنشال سري وآمن، أيضا هناك محاولات لكسر هذه الكونفيدنشاليتي والتعرف على هذه الرسائل مثل ما راح نتعرف عليها. الاوثنتيكيشن اللي هو الايدنتيتي، التعريف لكل من المرسل والمستقبل. المرسل والمستقبل يجب أن يعرف يعني يتأكد كل منهما من هوية الشخص الآخر، وطبعا هذا يتم من خلال الكثير من الامور، من خلال اليوزر نيم والباسورد والانكربشن كيز وغيرها من الامور الاخرى. المسج انتجريتي اللي هو تكامل الرساله، بحيث انه المرسل للبيانات والمستقبل لها يجب ان يتاكدوا بان الرساله لم يتم التغيير عليها او التلاعب بها اثناء الارسال او بعد الاستقبال، ويعني يجب حتى وان حصل ذلك الشيء يجب ان لا يمر بدون كشف، يعني بحيث انه يجب ان يستطيع المرسل والمستقبل كشف اي تلاعب في الرساله اثناء ارسالها واستقبالها. الاكسس اند افيلابيلتي، يجب ان دائما يعني نحافظ في الشبكه على انه الخدمات يجب ان تكون يعني قابله للوصول ومتاحه للمستخدمين، بحيث انه نمنع كل انواع الاتاكس اللي هي من نوع الديناير اوف سيرفيس اللي هي منع الخدمه. الفريندز اند انميز، اليس، بوب، اند ترودي. هنا طبعا راح نستخدم ثلاث اسماء هي عاده يعني شائعه جدا في عالم الشبكات او امن الشبكات. اليس وبوب هما عباره عن لافرز، يعني حبيب وحبيبه. اليس اللي هي الفتاه، وبوب اللي هو الولد. هؤلاء يعني نفترض انهم شخصان يقومان بتبادل الرسائل عبر الشبكه. ترودي يفترض انه الشبكه تكون سكيورت، يعني مؤمنه. ترودي اللي هو المان ان ذا ميدل، يعني الشخص اللي هو الانترودر، الشخص المخترق الذي يستطيع او الدخيل الذي يحاول انترسبت، يعني يقوم بالتدخل بين في الارسال واستقبال الرسائل، وحذف واضافه الرسائل فيما بين اليس وبوب. فعاده نفترض انه اكو عندنا في نظام معين يقوم بإرسال الرسائل اللي هي السورس أو السندر إلى شانل اللي هو وسط النقل، اللي قد يكون سلكي أو لاسلكي، يقوم بنقل الرسائل اللي هي من نوع الداتا والكنترول مسجز. طبعا هنا الريسيفر اللي هو أيضا يفترض أن يكون سكيورد. هنا الطرف الآخر اللي هو أيضا يقوم باستهلاك هذه البيانات. وأيضا هناك في كل لحظة من اللحظات هنا نفترض أن هناك شخص اللي هو مان إن ذا ميدل، يعني شخص في الوسط أثناء الإرسال والاستقبال، وظيفته هو التخريب، يعني مقاطعة الاتصال، حذف الرسائل، إضافة رسائل، التجسس والتنصت وسرقة الهوية وغيرها من الأمور الأخرى. هو مايت بوب أند أليس بي، من هو يعني من هو بوب وأليس؟ هنا مثل ما ذكرنا إحنا قد يكون هم يعني بوب وأليس هو مجرد أسماء يعني افتراضية لشخصين،
قد يكونون هم صدق ريال لايف بوب اند أليس، يعني اي شخصين يقومون بتبادل الرسائل هم، يعني هم يعني يمكن تعريفهم كبوب وأليس. كذلك اي ويب براوزر وسيرفر، اي متصفح انترنت وسيرفر للانترنت، في يعني في فور الكترونيكس ترانزاكشنز، في عالم تبادل الرسائل الالكترونيه في يعني اونلاين، مثل الاونلاين بيرتشيزز يعني الشراء الالكتروني وغيرها من الامور الاخرى. اونلاين بانكينج سيرفيس، كلاينت سيرفر، يعني ايضا الخدمات البنكيه في اللي هي تجري اونلاين في الانترنت بين اي كلاينت وسيرفر، ممكن ان يكون الكلاينت والسيرفر هم بوبو اليس. الدي ان اس سيرفرز ايضا ممكن يكونون بوبو اليس. الراوترز اكستشينجينج راوتينج تيبلز ابديتس، كذلك الراوترات التي تتبادل فيما بينها جداول التوجيه وتحديثاتها، ايضا ممكن ان يكون اي واحد من هذه الراوترات هو بوبو او اليس، يعني اي واحد منهم ممكن ان يكون السندر او الريسيفر في اي لحظه من لحظات عمل الشبكه. وكذلك ايضا هناك الكثير من الامثله الاخرى. There are bad guys and girls out there، يعني هناك الكثير من الناس مثل ما ذكرنا موجودين في يعني في بيئه الشبكات، اللي هم يمكن تصنيفهم على انهم هم bad guys او bad girls، يعني رجال او نساء سيئين، اي انهم بصوره عامه هم المختلقين او الناس اللي هم يستفيدون من التجسس على الاخرين. ما الذي يستطيعون فعله؟ طبعا هنا الوت الكثير من الامور، هذه بعضها طبعا، يعني فقط الايفز دروب اللي هو الترصد، اللي هو الانترسبت مسجز، مجرد انه مقاطعه الرسائل والتعرف عليها، معرفه ما الذي يجري بين اليس وبوب او بين اي جهاز ارسال واستقبال. اكتفلي انزرت مسجز انتو كونكشن، يعني حشر الرسائل في داخل الاتصالات الجاريه، يعني تصور ان هناك شخصين يتصلون فيما بينهم وهناك شخص ثالث يقوم بوضع رسائل من يعني من اليس الى بوب او من بوب الى اليس، فقط يعني وظيفته يعني التخريب. impersonation اللي هو انتحال الشخصيه، يمكن ان يقوم فيك او سبوف سورس ادرس ان ذا باكيت اور اني اذر فيلدز ان ذا باكيت، يعني يمكن لاي شخص اللي هو الباد جايز مثل ما ذكرنا في الوسط انه يقومون بانتحال شخصيه المرسل او المستقبل، ويعني وضع الكثير من المعلومات الخاطئه في الباكيتات المتبادله فيما بينهم. الهاي جاكينج اللي هو سرقه، اللي هو تيك اوفر، يعني الاستيلاء على او خطف الاون جوينج كونكشن باي ريموفينج سندر او ريسيفر اند انزيرتينج هيم سيلف ان بليس، مجرد انه يعني التعرف على حصول كونكشن يعني او اتصال فيما بين طرفين اللي هم اليس وبوب او اي سيرفرين او اي راوترين مثل ما ذكرنا، ياتي الشخص المخترق اللي هو الباد جاي يقوم بخطف هذا الاتصال بحيث انه يضع نفسه بدل السندر او بدل الريسيفر ويبدا بالاتصال يعني بالنيابه عن الطرف الاخر. دينايل اوف سيرفيس اللي هو الدي او اس، هذا ايضا واحد من انواع الاتاكس الهجمات المعروفه، اللي هو منع الخدمات من انه يتم ايصالها للمستخدمين من خلال الاوفر لودنج ريسورسز وغيرها من الامور الاخرى اللي راح نتعرف عليها ان شاء الله. البرنسبلز اوف كريبتوغرافي، كريبتوغرافي مثل ما ذكرنا هو التشفير، اللي هو يعني تحويل البلين تكست اللي هو النص الطبيعي الصحيح الذي قابل للقراءة من قبل أي شخص إلى شيء يسمونه السايفر تكست. سايفر تكست اللي هو النص المشفر. هنا أنا طبعاً راح نستخدم إنكريبشن ألغوريثم، خوارزمية تشفير، تستخدم شيء يسمونه الكي أي اللي هو الكي أو الإنكريبشن كي اللي هو مفتاح التشفير، بحيث أنه البلين تكست النص الطبيعي يجب يعني بعد دخوله إلى خوارزمية التشفير اللي راح تستخدم منه مفتاح التشفير راح يطلع عندنا فد نص مشفر. هذا النص المشفر يدخل ايضا الى خوارزميه فك التشفير اللي هو الديكريبشن الجوريثم في طرف المستلم، واللي ايضا راح تستخدم عندنا ما يسمى بالكي بي اللي هو الديكريبشن كي اللي هو مفتاح فك التشفير، وايضا راح يتحول الى بلين تكست مره اخرى. ما هي الفائده من هذه العمليه كلها؟ انه النص اللي يقوم المرسل بارساله والمستقبل باستقباله عندما يتحول الى نص مشفر، يفترض انه احنا راح نصعب العمليه على الشخص الموجود في الوسط لفهم هذه الرسائل، وبالتالي اذا ما هو قدر يفهم هذه الرسائل ما راح يقدر يستفيد من عندها. عاده كرموز احنا الان بنسميها البلين تكست مسج اللي هي الرساله الطبيعيه الاصليه، الكي اي اوف ام اللي هو السايفر تكست اللي هو النص المشفر والذي تم تشفيره باستخدام المفتاح كي اي في طرف المرسل. الام النهائيه اللي تصل هنا اللي هي كي بي اوف كي اي اوف ام، اللي هي بمعنى انه نقوم بتطبيق خوارزميه فك التشفير على خوارزمية التشفير للنص الأصلي، بحيث أنه يعني الكي أي والكي بي كلاهما تقوم ب يعني إلغاء إحداهما الأخرى. يعني إذا كانت هذه العملية تضرب في ثلاثة هذا راح تقسم على ثلاثة، إذا كانت هذه العملية تضرب في اثنين هذا راح تقسم على اثنين، وهكذا. يعني هذه الخوارزميات الاثنين المفتاح أي والمفتاح بي كلاهما يلغي أحدهما الآخر، بحيث أنه النص الأصلي الذي تم إرساله وتم تشفيره هنا سيعود أصليا يعني بشكله الأصلي في هذه المنطقة عند يعني في جهة الاستلام.
بريكنج اند انكربشن سكيم. طبعا يعني مثل ما ذكرنا يعني هذه من ناحيه المبدا يفترض انه هذا الشيء امين ويحقق انه الهدف الرئيسي من السكيورتي، الا انه بمرور الوقت يعني ظهرت الكثير من المحاولات لكسر هذه المفاتيح وكسر هذه الخوارزميات للتشفير. ممكن يكون عندنا سايفر تكست اونلي اتاك، يعني ترودي هاز سايفر تكست شي كان انلايز فقط. يعني ممكن مثل ما لاحظ هنا ترودي الشخص اللي موجود في الوسط يمكن ان يقوم بمسك هذه البيانات سواء كانت في بيئه سلكيه او لا سلكيه، بعد ذلك يقوم باستخدام طريقتين لفك التشفير. الاولى يسمونها البروت فورس اللي هو القوه المفرطه، يعني واللي تقوم ب يعني سيرش ثرو اول كيز، يعني هنا راح تستخدم كل المفاتيح الممكنه تقوم بتجربتها، يعني يعني تقوم بمثلا اذا كانت الكي اي هي عمليه رياضيه فهذا السايفر تكست او مان ان ذا ميدل اذا يستخدم البروت فورس راح يقوم باستخدام كل الدوال الرياضيه الممكنه لوضعها بدال الكي اي، يعني تجربه ترايل اند ايرور تجربه والخطا، راح يجرب كل شيء على هذا النص المشفر الى ان يستطيع يعني تحويله الى فشيء مفهوم. او statistical analysis او يستخدم طبعا هذه البروت فورس عاده يعني تكون هي مضمونه النجاح ولكنها قد تستغرق سنين، يعني اذا كانت مفتاح التشفير معقد جدا بالتالي يعني راح تكون عندنا مليارات الاحتمالات، فتجربه كل هذه الاحتمالات راح يستغرق وقت طويل جدا بحيث انه هذا الانكربشن او هذا الاتصال اللي كان موجودا بين اليس وبوب ممكن انه يكون قد انتهى لمده طويله واحنا ما زلنا يعني نقوم بتحليل هذه العمليات بالبروت فورس، فهو يعتبر هو مضمون ولكنه طويل جدا. الاستاتستيكال اناليسيس هو انه نستخدم فد معادلات رياضيه معينه لتقليل احتماليات البحث، يعني بدل انه نبحث عن مليارات الاحتمالات نقللها الى عده الاف وبالتالي راح تكون العمليه اسرع ولكنها غير مضمونه لانه يعني هي تعتمد على البروبابيلتي احتماليه، يعني ما دام ستاتستكس اذا بها بروبابيلتي اذا بها احتماليه فشل او نجاح. النوع الاخر من انواع كسر التشفير اللي هو النون بلين تكست اتاك، يعني الترودي هاز ا بلين تكست كورسبوندينج تو ا سايفر تكست، بحيث انه ترودي يعني يقوم باستخدام او يمتلك فد نص حقيقي مقابل لنص مشفر سابقا، يعني هو عنده اصلا نص مشفر ونص حقيقي ويعرف العلاقه فيما بينهما وبالتالي هو يعرف المفتاح، فيقوم ايضا بتطبيق هذا المفتاح او عده مفاتيح على النص اللي هو يستلمه اللي هو يسمى عاده بالمونو الفابيتك سايفر ترو ديترماينز بيرنج اوف فور اول اي ال اي سي اي بي او. هنا يعني يقول انه كل عندما ترودي او الشخص الانترودر يستلم السايفر تكست سيقوم باخضاعه الى مجموعه من العمليات اللي هي يعني اوريدي معروفه بالنسبه له، اللي هو يقوم باستبدال الحروف بحروف اخرى بالاستناد الى فد معادله هي اصلا معروفه بالنسبه له، وبالتالي راح يستطيع بسهوله كسر التشفير وتحويل النص المشفر الى نص اصلي. النوع الثالث اللي هو تشوزن بلين تكست اتاك اللي هو ترودي كان جيت سايفر تكست فور تشوزن بلين تكست، يعني هنا ايضا مثل ما عرفنا اذا قدر يحصل السايفر تكست الخاص ببلين تكست محدد راح يقدر يستخدم ما يسمى بالهندسه العكسيه الريفرس انجينيرنج لكي يقوم بعكس التشفير لتحويل النص المشفر الى نص عادي يعني مره اخرى. هنا طبعا ايضا ذكرنا بانه اكو عندنا فد شيء يسمونه الكي اللي هو المفتاح المستخدم للتشفير وفك التشفير، ممكن ان يكون هذا الكي هو سايمتريك كي كريبتوغرافي اللي هو يعني المفتاح المتماثل، يعني مفتاح التشفير هو راح يكون هو نفس مفتاح فك التشفير، فبالتالي تلاحظ انه البلين تكست المسج الاصليه عندما تشفر باستخدام المفتاح كي اس تتحول الى كي اس اوف ام اللي هو النص المشفر، بعد ذلك ايضا راح نخضعها الى كي اس مره اخرى، ايضا راح تطلع عندنا ام يساوي كي اس اوف كي اس اوف ام. هنا يعني المفتاح متماثل ولذلك سميناها هي سايمتريك كي كريبتوغرافي اللي هو التشفير بالمفتاح المتماثل. هنا السايمتريك كي كريبتوغرافي بوب واليس كلاهما يتشاركان بنفس المفتاح اللي هو الكي مثلا. الكي از نون سبستيتيوشن باترن ان امونو الفابيتك سبستيتيوشن سايفر، ايضا يعني هو الكي هذا قد يكون هو عباره عن عمليه تعويض ل يعني فد نمط معين للرسائل المرسله مثل ما راح نشوف في مثال بعد قليل. How do Bob and Alice agree on the key value؟ هنا يعني السؤال المطروح انه كيف يستطيع بوب واليس الاتفاق على هذا المفتاح؟ طبعا هناك الكثير من الطرق، اما انه يكون هذا المفتاح موجودا بالفعل في الخوارزميه او الستاندرد المعروف، او ان يكون هناك طرف ثالث موثوق من كلاهما اللي هو ثيرد بارتي، كلاهما يقومان باستلام المفتاح من عنده، وعلى هذا الاساس يستطيعون يعني تشفير وفك التشفير بمفتاح معروف وموثوق من طرف ثالث وهكذا. هنا عندنا سمبل كريبتو يعني انكربشن سكيم سبستيوشن سايفر اللي هو عباره عن سبستيوت وان ثينج فور انذر، يعني ابسط طريقه للتشفير هي انه اذا كان لدينا البلين تكست الاصلي
اللي هو من اي للزت مثلا اي بي سي دي اي اف جي الى الزت، نقوم بوضع سايفر تكست اللي هو اما ان يكون فد معادله معينه مثلا الاي زائد 3 راح تكون مثلا اي بي سي دي، راح يكون بدال كل اي يصير دي مثلا، والدي زائد 3 راح تكون بدالها مثلا جي وهكذا. او انه تقوم بوضع فد سلسله عشوائيه من الرموز بحيث انه الاي في النص الاصلي يقابلها ام في النص المشفر، البي في النص الاصلي يقابلها ان في النص المشفر وهكذا، بحيث انه في البلين تكست اذا بوب قال اي لاف يو لاليس بالسايفر تكست راح تلاحظ انه هاي بوب راح يتحول الى مثل ما قلنا البي هي مقابلها ام والاو مقابلها كي، فالبوب راح يصير بي او بي هي ان كي ان، هذا النص الاصلي وهذا النص المشفر وهكذا بقيه الجمله. فتلاحظ انه هذا النص يعني اللي يقرا لي اول مره ما راح يقدر يفهم عنده اي شيء، ولكنه بسبب تطور الخوارزميات تطور قابليات يعني المعالجه في الحواسيب او السيرفرات القويه الموجوده حاليا ممكن يعني ببساطه يعني ادخال هذا النص في يعني برنامج البحث مثل ما ذكرنا البروت فورس راح يحول لنا الى هذا النص الاصلي ببساطه يعني ربما في اقل من يوم واحد. الانكربشن كي هنا مثلا اللي هو مفتاح التشفير راح يكون هو عباره عن مابينج from a set of 26 letters to a set of 26 letters. هنا المفتاح اللي راح يكون مشترك بين الاليس وبوب هو مجرد عمليه تحويل هذه الحروف الاصليه الى الحروف المشفره. طبعا يعني الكي عاده لا يكون مقتصرا فقط على الحروف وانما ايضا على الرموز الخاصه والكابيتال والسمول وكل هذه الامور الموجوده في الكيبورد، يعني لانه احنا نعرف انه الرسائل المرسله يمكن ان تحتوي على كل انواع الكومبينيشنز كل انواع التراكيب اللي هو قد تكون حروف كبيره صغيره رموز خاصه معادلات رياضيه وغيرها، فالكي لازم يحتوي على كل واحده من هذني وكل الشيء الذي يقابلها في السايفر تكست. More sophisticated encryption approach يعني هناك طبعا هو مثل ما ذكرنا لانه هذه الطريقه على الرغم من انه هي تبدو جيده الا انه يعني كسرها سهل جدا، فايضا ظهرت عندنا امور اخرى يعني اللي هي طرق تشفير اكثر تعقيدا اللي هي ان سبستيوشن سايفرز. هنا يعني بدل ما يكون اكو عندنا مثلا سوري بدل ما يكون اكو عندنا مفتاح واحد انه هو يعني هذا النص الاصلي يتحول الى هذا النص المشفر، راح يكون عندنا عده سبستيوشنز عده اماكن نستطيع في التعويض فيها، وليكن مثلا ان سبستيوشن سايفرز اللي هو راح يكون عندنا ام 1 ام 2 ام 3 الى الام ان مثلا، وايضا راح يكون عندنا سايكلينج باترن اللي هو يعني النمط الدائري، بحيث انه اذا كانت عندنا الان 4 الان عدد الان يساوي 4 اللي هو عدد التعويضات راح يكون عندنا ام 1 3 4 3 2 1 3 4 3 2 وهكذا، بحيث انه لكل each plain text symbol each subsequent substitution cycle like cycle pattern، بحيث انه كل رمز في النص الاصلي راح نقوم بالتعويض عنه بنص من الـ يعني مشفر بطريقه دائريه. شلون يعني مثلا اذا كانت عندنا كلمه dog فالدي راح ناخذها من الام 1 والاو راح ناخذها من الام 3 والجي راح ناخذها من الام 4 وهكذا. لاحظ يعني اذا كانت عندنا ثلاث حروف راح اخذنا السبستيوشن الثلاثه الاولى، اذا كانت عندنا كلمه من اربع حروف راح ناخذ الاولى الثانيه الثالثه الرابعه، اذا كانت خمسه او سته او سبعه وهكذا يعني تكون دائريه الشغله. يعني اذا كانت عندنا سبع حروف راح يكون واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه ثم لانه دائريه سته سبعه ايضا يرجع على الاول والثاني وهكذا. الانكربشن كي هنا راح يكون ان سبستيوشن سايفرز والسايكليك باترن، يعني هنا مفتاح التشفير راح يكون هو عباره عن ان من التعويضات اللي هي يعني نعوض بها عن كل قيمة، وسايكليك باترن اللي هو النمط الدائري بحيث انه مثل ما ذكرنا يعني اذا كانت عندنا اربعة فقط فاذا كان لدينا شيء اضافي ممكن انه تكون عندنا عملية دائرية. نرجع الى البداية ونكمل كي نيد نوت تو جاست ان بت باترن، هنا ما راح نحتاج فقط انه تكون عندنا ان بت من الباترنز وانما ايضا راح يكون عندنا السايكليك باترن. الدي اي اس اللي هو الداتا انكربشن ستاندرد هذا واحد ايضا يعتبر من يعني اوائل الخوارزميات او الستاندرات العالميه في ما يسمى بالسايمتريك كي كريبتوغرافي اللي هو التشفير بالمفتاح المتماثل، هذا يعني ظهر بشكل اساسي في اليو اس انكربشن ستاندرد سنه 1993 يعني من قبل في الولايات المتحده الامريكيه، يستخدم 56 بت سايمتريك كي و64 بت بلين تكست، يعني كل 64 بت من النص الاصلي يدخلها على مفتاح يتكون من 56 بت بعد ذلك يعني يشفرها على شكل بلوك، ولذلك سميناها بلوك سايفر وذ سايفر بلوك تشيننج، يعني عباره عن سلاسل من يعني البلوكات للتشفير. هاو سكيور از ذا دي اي اس، يعني كم هو
آمن هذا الستاندرد. طبعا في عالم اليوم هو من السهل كسره يعني بسرعة وسهولة. الدي اس تشالنج بما انه احنا عندنا 56 بت كي انكربشن فريز ديكريبتد بالبروت فورس ان ليس ذان 1 داي، يمكن يعني اذا استخدمنا مفتاح تشفير او فك تشفير بمقدار 56 بت يعني بت كي، يمكن كسر هذا المفتاح اللي هو دي اي اس باقل من يوم واحد. هذا اذا استخدمنا البروت فورس. اما اذا تحدثنا عن اناليتيك اتاك فانه نو 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 ان جود اناليتيك اتاك، يعني لحد الان ليس هناك طريقه هجوم من نوع الاناليتيك اللي هو ستاتستيك اللي هو الاحصائيه اللي تحدثنا عنها. ميكينج دي اس مور سكيور، على مود نخلي هذا الستاندرد اكثر امنيه، استخدمنا 3 دي اس اللي هو انكريبت 3 تايمز وذ 3 ديفرنت كيز، اللي هو يقوم بتكرار هذا الدي اس 3 مرات بثلاث مفاتيح تشفير مختلفه. السايمتريك كي كريبتوغرافي، هنا نلاحظ انه اكو عندنا انيشال بيرميوتيشن اللي هو تباديل اساسيه، بعد ذلك تجي عندنا 16 ايدنتيكال راوندز اوف فانكشنز ابلكيشنز ايتش يوز ديفرنت 48 كي اوف بيتس اوف كي، واخيرا فاينل بيرميوتيشن. يعني هنا اكو عندنا النص الاصلي اللي ذكرنا راح يكون هو عباره عن 64 بت انبوت، راح نقوم بعمليه البيرميوتيشن التبادل او التباديل الليفت والرايت، يطلع عندنا فشي يسمونه بيرميوتيشن. بعد ذلك راح نستخدم الكي الاول اللي هو 48 بت، اللي هو ايضا راح تكون عباره عن فانكشن تطبق على جزء من هذا النص، وايضا راح تجي عندنا الرايت تصير ليفت والليفت تصير رايت، ونطبق هذه الخوارزميه عليها، وايضا راح يصير عندنا يعني 16 بيرميوتيشن الى ان يطلع عندنا النص النهائي اللي هو ايضا راح يكون 64 بت اوت بوت، ولكنه راح يكون مشفر باستخدام ايش قد؟ يعني 16 دوره من ال يعني كل واحدة من الاتنين استخدمنا بها فد مفتاح يعني من نوع 48 بت. فبالتالي تلاحظ انه يعني هي قد تبدو معقدة جدا هذه العملية، الا انه ايضا يعني مثل ما ذكرنا لانه اكو عندنا مور باورفول بي سيز، يعني الكثير من الاجهزة القوية في هذه الايام، فايضا اصبح يعني كسر هذا التشفير يتم في اقل من يوم واحد باستخدام البروت فورس اللي هي تعتبر ابطا عملية. في المحاضرة القادمة ان شاء الله راح نبدي نتحدث يعني عن الانواع الاخرى اللي هي من التشفير اللي هي الادفانسد انكريبشن ستاندرد اي اس وغيرها من الانواع، فخليكم معنا. شكرا جزيلا ومع السلامه.